مساء الفل على جيشنا. مساء، انت بتجيلي بلفه كده من حته انا بتوه. بص كده اهو، بسم الله ما شاء الله، اتفرج كده على الحلاوه. حلاوه شغل تشكيل العبايات القطيفه يا جماعه، الشغل المطرز عظمه فعلا. حلويات، شغل حلويات، بسم الله ما شاء الله. اهو بص كده، ادي موديل ولا هو ده؟ هو ده بس لون تاني. هنفتح بقى لون تاني. ماشي، بلاش لفه بتاع الفطير ده، خلينا ايوه من هنا كده. ايوه الله، بص زيتي زيتي منطق الحته. طبعا كل عبايه من دول في منها حوالي 7 الوان، 7 10، في حاجات فيها 10 الوان. بص التطرزات عامله ازاي. بص بقى الموديل الثاني، الفرشه دي انا عارفه ان هي هتنزل النهارده، مسافه يومين ثلاثه هتبقى اتنسفت معانا، هتبقى اتنسفت معانا. بص كده، دي واخده 2 استك على عند الوسط اهو، وتطريز على الايد واستك على الايد. اه بص تفاصيل حته، حبينا نصور لكم كل موديلين كده لوحدهم عشان نوريكم التفاصيل. تفاصيل بسم الله ما شاء الله، حته تفاصيلها عظمه. تاني ماشي، بص المقاس، تلبيس مرتاح، تلبيس مرتاح اهو. بص شغل تطريز، بص كده اهو، حاجه كده عظمه، شغل متكلف، شغل مصروف عليه. طبعا متاح كميات كبيره جدا يا جماعه، اللي عايز اي كميه متوفره، عايز تطلب شحن تمام، عايز تيجي تنورنا في المكان هتيجي، متاح شحن ومتاح ان انت تيجي تنقي شغلك بنفسك وتشحنه. طبعا احنا فاتحين طول ايام الاسبوع من 12 ل 9، ما عندناش اجازات. الشغل ده كله موجود في فرع المرج، موجود في الفرع الرئيسي، ومتاح شحن. ربنا يحسن السوق لينا وليكم، وجعله موسم خير ورزق على الجميع. شحن جميع المحافظات، شحن دولي، فاتحين طول ايام الاسبوع من 12 ل 9.